دعوة لمحاربة العنف، دعوة لإيقاف نزيف الدماء، الأعمال الفنية، البرامج، تجديد العقوبات على حمل سكاكين المطار والسنة، كل ده يختفي. وأيضا حملات من وزارة الداخلية، من مدير الأمن على بعض المناطق اللي بيبقى فيها شغب أو فيها بعض الناس كده، كل واحد شايف نفسه، الناس تحس بهدوء. كل ده بيجمع، لأنه ده بينعكس على البيت والبيت بينعكس على الشارع. بس في حاجة أنا مش فاهمها، يعني إنه مثلا واحد متجوز واحدة وعندها طفلة، زي راجل ربنا لا يسامحه ده في القليوبية، عاطل يقتل يضرب بنت زوجته اللي عمرها 6 شهور حتى الوفاة في شفرة الخيمة. النهاردة ده نقول له إيه ده؟ النهاردة بلغوني في 2 خطفوا بنت برضه واغتصبوها، توفيت في القليوبية. لكن في الدقهلية، القصة اللي بقدمها لكم من قرية الأحمدية مشربين بالدقهلية، احنا هنحاول نكلم الزوج لأن كان عندها طفلين جمال ورماس، وهي عاوز تطلق. طلق بقى حب، شافت برنامج ضعف نفسي شيخ. بصوا الولدين اللي زي القمر دول، الاثنين اتوفوا. بعد الوفاة الراجل دفنهم وقعد يلطم يصوت يعمل ايه، المهم دور لقى علبة عقار ادرينالين او اندرينالين حاجة كده، فبلغ المباحث فلقى ان الام، حسبنا الله ونعم الوكيل، وده جديد، الام قعدت تدي العقار ده لمدة شهر لابنها وبنتها، عقار ودواء مميت. انا بس بفكر معاكم كده، اللي وصل ست اللي يعني الحمل، واللي بنسمع عن كلام تعب الحمل والام والاخلاص وولادها اهم من كل حاجه في الحياه، ازاي جالها قلب تيجي البنت والولد تديهم الدواء كل يوم؟ يعني ممكن تغلط مره، انما 30 يوم تديهم العقار؟ اسمها لمياء عطيه، فريق البحث اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهليه ومساعد وزير الداخليه، واللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائيه. في الوقت ده ما اشتبهوش جنائيا في الوفاه، لكن بعد كده عملوا فريق بحث بقياده المقدم محمد الارضي رئيس المباحث وضباط اداره البحث، تقنين الاجراءات، تم ضبط الام، اعترفت بارتكاب الواقعه قاصده الطلاق من زوجها، و شارت هذا العقار من صيدلية دكتور كذا بنفس القرية لعلمها تعاطي هذا العقار يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية ويسبب الوفاة. هنا بتنتهي القصة، وربنا يثبت العقول والقلوب. يعني في قرية وست طيبة، واللي يخليها كده ولادها